أسعد الله مساءكم بكل خير أيها المستمعين الأعزاء. ينطلق شوط ويتلوه الآخر حتى وصلنا إلى الشوط العاشر للإجذاع البكار، وهو الشوط الأول الرئيسي المخصص للإجذاع البكار. وهنا ينطلق هذا الشوط ويحمل في طياته 13 اسما تتحدى على أرضية هذا الميدان. نبدأ مع الصدارة ونبدأ مع المقدمة لكي نرى صوغة زايد بن خميس بن عويضة المريخي على المركز الأول وعلى الصدارة ثاني المراكز. وثاني التحديات تأتي هنا الرضاعة صالح بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح المري، هذا الاسم التراثي هنا يتواجد مع بن مقارح على ثاني المراكز. أشكرك بن مقارح على هذا الاسم. ثالث المراكز هنا تأتي المتحدة على ثالث المراكز بتحديات صالح بن حمد بن راشد البريص المري يتواجد هنا على ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع المراكز ورابع التحديات تأتي هنا غزلان أو غزالة، نعم، محمد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر يأتي هنا على رابع المراكز ورابع التحديات. خامس المراكز اللي تأتي هنا الذيبة راشد بن سعيد بن راشد بن سعيد بن الحول هنا يأتي أو بالأسود، نعم، يأتي على خامس المراكز وخامس التحديات. أتممنا نداونا للمرة الأولى للخمس المراكز الأولى للخمسة نجوم للفايف ستار. نعود إلى المقدمة ونعود إلى الصدارة لكي نرى صوغه على المركز الأول بتحديات زايد بن خميس بن عويضة المريخي يتواجد هنا بتحديات صوغه على المركز الأول وعلى الصدارة ثاني المراكز وثاني التحديات. نرى القدوم من قبل المتحدة صالح بن حمد بن راشد البريص المري يتواجد هنا على ثاني المراكز ويتواجد على مركز الوصافة. ثالث المراكز تأتي هنا الرباعة، يا حلات هذا الاسم الرباعة هنا يتواجد معه، يتواجد هنا مع صالح بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح المري. نرى هذا الاسم الذي اخترق الصفوف هنا الى المقدمه، شعار بن قطبه، نعم، يتواجد هنا بتحديات فرحه محمد بن راشد بن علي بن قطبه المري يتواجد هنا على المركز الاول وعلى الصداره وعلى المقدمه. يتواجد هنا صاحب فرحة، نعم، يتواجد بن قطفة بمتابعة بن دلوان. نرى ثاني المراكز تتراجع قليلا المتحدة صالح بن حمد بن راشد البريص المري يتواجد هنا بتحديات المتحدة على ثاني المراكز. ثالث المراكز الخاطر يأتي هنا الخاطر بتحديات غزالة على ثالث المراكز محمد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر يتواجد هنا على ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع المراكز اول نداء للهارب حمد بن سالم بن علي بن حمد اللنقح المري يتواجد هنا بتحديات الهارب على رابع المراكز. خامس المراكز تتراجع الرباعة صالح بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح المري هنا يتواجد على خامس المراكز. بدأت الأسماء بالتدخل، بدأت الأسماء بالوصول، بدأت الأسماء هنا تنتقل من مركز إلى مركز. نرى هذا الشوط الأول الرئيسي للإنتاج والمنتجين، أين سوف يذهب هذا الشوط يا عمالقة يا مضمرين؟ أي منكم أقوى إنتاجا يا عمالقة؟ نرى هذا الحرب، نرى هذا الحرب بين هذه الأسامي، بين هذه العمالقة، بين هذولا. يا سلام الله. نعود إلى بن قطفة، بن قطفة على الصدارة، بن قطفة على المقدمة بتحديات هنا فرحة راشد بن علي
محمد بن راشد بن علي بن قطفة المرية هنا يتواجد على المركز الأول وعلى الصدارة هنا بتحديات فرحة. هذا المربط الأصيل فرحة وفريح، هنا تتواجد فرحة على الصدارة وعلى المقدمة. ثاني المراكز المتحدة صالح بن حمد بن راشد البريص المرية، خامس ورابع المراكز ثالث المراكز نعم حاملة الرقم خمسة الهاربة حمد بن سالم بن علي بن حمد اللنقة يتواجد هنا على ثالث المراكز. رابع المراكز تتواجد غزالة محمد بن أحمد محمد بن فهد الخاطر يتواجد هنا على رابع المراكز ورابع التحديات. خامس المراكز يأتي بن مقارح على ظهر الرباعة هنا على ثاني المراكز أو خامس المراكز نعم. هنا يأتي الرباعة بتحديات صالح بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح على خامس المراكز. نعود إلى المقدمة، نعود إلى بن قطفة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى فرحة، فرحة على المركز الأول، فرحة بن قطفة محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري يتواجد هنا على الصدارة وعلى المقدمة. ثاني المراكز ثاني المراكز تأتي هنا المتحدة صالح بن حمد بن راشد آل بريص المرية. نرى ثالث المراكز باللنقح يأتي هنا بتحديات الهاربة حمد بن سالم بن علي بن حمد اللنقح. رابع المراكز هنا غزالة الخاطر. خامس المراكز الذئب بالأسود. سلام يا هذا الانتاج، سلام يا هذا المربط الأصيل بين هذول العمالقة يتحدون هنا في أرضية ميدان المصير. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة لكي نرى هنا فرحة لا تتنازل عن الصدارة. فرحة المملوكة لمحمد بن راشد بن علي بن قطفة المري هنا يتواجد على مركز القمة، على مركز الصدارة، على المركز الأول. ثاني المراكز المتحدة صالح بن حمد بن راشد آل بريص المرية هنا يتواجد على ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز تأتي هنا على ثالث المراكز الهارب حمد بن سالم بن علي بن حمد اللنقح المرية. ثالث المراكز ورابع المراكز الذيبة، ذيبة بالأسود يأتي هنا بتحديات راشد بن سعيد بن راشد بن سعيد بالأسود المري. سلام نرى هذا الدخول، نرى هنا هيبة، أول نداء لهيبة أربع بن فراج بن جلال الله العجمي هنا يأتي بتحديات هيبة على خامس المراكز. نعود إلى المقدمة، نعود إلى فرحة، نعود إلى هنا بن قطفة، بن قطفة على الصدارة. تابع يا بن دلوان، ركز يا بن دلوان على هذا المسار، على مسار الصدارة. يأتي هنا بالأسود، يأتي هنا بالأسود، ذيبة بالأسود تأتي هنا على ثاني المراكز، ولكن فرحة، فرحة لا تتنازل على الصدارة وعلى المقدمة. الذيبة، الذيبة، بن قطفة، بن قطفة، يعود البريص، يعود البريص، تعود المتحدة، المتحدة، فرحة، 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 المتحدة، فرحة من الجانب الأيمن، المتحدة، المتحدة، فرحة يا بن قطفة، فرحة يا بن قطفة، الله الله الله، خفية خط النهاية. وأعطي فرحة أحلى تحية بمناسبة هذا الفوز وهذا الانتصار. وللمعلومة الشوط الأول الرئيسي للإنتاج والمنتجين. سلام أشكرك يا بن دلوان على هذا الإنتاج الممتاز. ثاني المراكز المتحدة صالح بن حامد بن راشد البريص المري. ثالث المراكز الرباعة صالح بن حامد بن علي بن راشد بن مقارح. رابع المراكز الذيبة راشد بن سعيد.